دي اخر حاجة عندنا في المطبخ جوه. انت سفحتي كل الاكل يا احلى. انت عامل قوي. ما انا عارف ما انا عارف باين. طب انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. خلص بس اكل. لا لا لا، موضوع مهم ما يحتملش التأخير. انا مش بهرب. في ايه؟ هتسافر؟ لا اسافر ايه؟ استني بس استني. لا يا عاصم هتسافر. لا مش هسافر. لا قول من الاخر هتسافر، لان انت كل ما تقولي هتكلم معاكي في موضوع مهم بتبقى سفر. لا. بتبقى هتسافر صح؟ انت موتراني خلقه وانا اساسا متوتر. طب ماشي اهدى، مش هتسافر؟ لا اكيد. طب. اوكي. فاكره لما جبت لك السلسله وكنت بلبسها لك وبعدين ايديا كانت بتترعش وكده؟ ايوه ايوه خدت بالي، عشان انت طبعا يعني عندك كثير في كوميتمنت. أيوة. على طول كده صح، هو ده. عشان انا بقى عندي الموضوع ده، فانا يعني انا كنت مش متخيل بقى ان انا هبقى ايه واقف الموقف اللي انا فيه ده دلوقتي، لان الموضوع بالنسبه لي انا بقى قررت ان انا ايه اكسر العقده دي النهارده وعلى ايدك يا احلى. لا ايه؟ لا ليه؟ لا استنى. اه ما ليه؟ استنى هتعمل كده؟ اه متأكد؟ ايوه عاصم لو هتعمل كده انا في حاجات محتاجة اقولها لك الاول. اوكي. عايزة اطلب منك ما تكذبش عليا تاني بقى. حاضر. مش هتكذب عليا تاني في حياتك. حاضر. مش هتعرف عليا ستات تانيين. من امتى عرفت الستات؟ مش هتعرف عليا ستات تانيين وخلاص. مش عارف. ولا مرة. ولا مرة. مش هتسافر. مش هسافر. لا هتسافر، اخليك تسافر عشان عندك شغل بس، بس المهم لما تسافر تقولي هتسافر امتى وهترجع امتى. حاضر. وبعدين لو قررت انك تتأخر وانت في السفر بقى تكلمني تليفون تقولي احلام انا هتأخر لغاية التاريخ الفلاني، وبعد كده ترجع في نفس الميعاد اللي انت قلت عليه ما تتأخرش تاني. اوكي؟ حاضر. حاضر. وبعدين بقى تفضل بقى واخد بالك مني وشايفني حلوه مهما حصل في الدنيا. حاضر. حتى لو تخنت قوي بقى. اكتر من كده؟ اه حتى لو تخنت اكتر من كده، حتى لو بقت وحشه هتحبني. عمرك ما تبقي وحشه يا احلام. ماشي بس مش هتخليني اقلق عليك تاني؟ لا. 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 مش هتخليني اصحى من النوم وانا مقبوضه وخايفه ومخنوقه. مش عايز. مش هتخلينا خاف تاني؟ مش حاسه. هتخليني على طول افضل حاسه بالامان وتفضل تحبني بقى كتير لغايه ما نكبر مع بعض؟ اكيد. مش عايز الخاتم ده يتقلع من ايدك دي الا لو من ايدك دي. فهمت يا حبيبي؟ حاضر.